أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق السعودية عدة قرارات، منها تغريم نادي الهلال بدفع 10,000 ريال بسبب تأخر إداريه 10 دقائق عن الموعد المحدد لتسليم القوائم لمراقب المباراة أمام الرائد، فيما تم تغريم نادي الاتحاد بدفع 30,000 ريال بسبب قذف جمهور عبوتي ماء خلف الدكة في الشوط الثاني من مباراة القادسية. وألزمت اللجنة عضو مجلس إدارة نادي الشباب تركي المعجل بدفع غرامة 20,000 ريال نتيجة دخوله المضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع لاعبيه بالفوز على الفيحاء، وكذلك تغريم لاعب الفيصلي أحمد الكسار بدفع غرامة قدرها 20,000 ريال لتواجده في غرفة ملابس اللاعبين قبل مباراة النصر وخلال الشوط الثاني دون تسجيل اسمه في كشف أسماء اللاعبين. لجنة الانضباط أيضا توقف لاعب الأهلي أليكسيس رومانو مباراة رسمية واحدة إلى جانب مباراة الإيقاف التلقائي وتغريمه 10,000 ريال لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب نادي أحد محمد عطية، فيما تأكد غياب مهاجم الفريق أيضا تفاريس عن مباراة الحزم القادمة بعد تعرضه لتمزق جزئي في العضلة الخلفية ويتوقع غيابه لمدة أسبوعين.